السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم البطاطا في مرحلات الإنتاج وأهم الخطوات اللي لازم تقوم بها في هذه المرحلة. فطبعا قبل بداية حلقتنا أتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك إذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ أمامكم هذا خط البطاطا اللي قمنا بزراعته. طبعا بالنسبة للناس اللي تشاهد أول مرة الحلقة إن شاء الله حتلاقي رابط الزراعة في صندوق الوصف. فطبعا مثل ما تلاحظ أمامكم هذا النمو الخضري تقريبا أتوقف، وبالتالي النبات بدأ في الإنتاج. وطبعا من علامات إنتاج البطاطا حتلاقي إنه التربة بدأت في التشق بالشكل هذا. وطبعا إحنا كاتبين كل علامات إنتاج البطاطا، إن شاء الله حتلاقيه رابط الحلقة في صندوق الوصف وفي القناة الثانية. فطبعا هذه أهم مرحلة لنبات البطاطا، هي مرحلة تكوين دفنيات البطاطا أو مرحلة الإنتاج. فطبعا في المرحلة هذه لازم نهتم أهم حاجة هي بالري، لأنه كثرة الري أو قلة الري يعني حتسبب في خسارة المحصول أو قلة المحصول، فلازم ننتظم في الري. وطبعا أفضل وقت للري هي كل 5 أيام بنروي ري واحدة. طبعا ممنوع الري كل يوم لأنه حيسبب في تلف المحصول، فأفضل ري هي كل 5 أيام بنروي ري واحدة. وطبعا البطاطا في المرحلة هذه لازم نقومش بالري الكثير، لازم نقلل من فترة الري لأنه الري في المرحلة هذه ممكن يضر دفنيات البطاطا. لاحظنا منكم طبعا هذا تشق التربة، تقريبا كامل الخط بدأ في الانتاج. لاحظنا منكم فقط في المرحلة هذه لازم نقلل من الري، لأنه الري ممكن يضر النبات أو كثرة الري ممكن يضر النبات أو دفنيات البطاطا. فلو لاحظنا منكم ما شاء الله طبعا هذه أوراق البطاطا وهذا المحصول. فقط هذه الخطوة الوحيدة اللي لازم تقوم بها في هذه المرحلة بالنسبة لنبات البطاطا. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوا أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.